معلش الجزئيه دي ما كناش بنسجلها الفانكشن بتاعت الديليت دي، فانا هرجع تاني على السريع من غير فانكشن ديليت اعيدها عشان ما كانتش مسجله. نعيدها مساحتها، احنا بدانا اكزامبل جديد، ادي الجيت امبلوي بتاعتنا هي القديمه، ريكوست داتا بتاعت سيلكت اسيت فروم امب وير الام باي يوصل الام باي دي، والبارامز بتاعتي ان الام باي دي يكون بيساوي الام باي دي، وقلت ريكوست دوت جيت وبعت له الجيسون داتا اللي هي ريكوست داتا بتاعتي اللي هي الكوماند بالبارامز البارامترز او البارامترز بتاعته، واللي سيت اسكود لو كانت 200 بريترن الريزلت كامله، يعني كل الدوكيومنتس اللي راجعه كاري كليست انس بطبع الايرور كمان وبرجع فلوس لو ما كانش موجود. الفانكشن القديمه بتاعتنا اللي احنا استخدمناها فيما سبق، عملنا فانكشن ثانيه اسمها برنت امس، بتاخد الامس اللي جايه وبرده بتقوم قايل اف ان الامس هي موجوده، هتعمل عليهم لوب وتطبعهم انس، يبقى هيقول لي امبلي نوت فاوند وخلاص او نوت اكزيست وخلاص. دي الفانكشنز بتاعتنا اهي، ودول فانكشنز قدام ما فيهمش يعني شغل خالص. تمام، اللي احنا مطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ان احنا نعمل فانكشن اسمها ديليت. تمام، فانا هقول له فانكشن اسمها ديليت ديل، هي اصلا شبيهه جدا من الفانكشن بتاعت الجيت، فانا هكابي كده فانكشن الجيت واعمل بيست واغير ما يلزم. بدل جيت امبلي هقول له اسمها ديل امبلي او ديليت امبلي او ريموف امبلي، تاخد الام باي دي ريكوست داتا هو عباره عن امر هيتبعت لها سيلكت استرس، قلت له لا هو ديليت ديليت فروم ام مش سيلكت فروم ام، ديليت فروم ام بورين الام باي دي ايكوال حاجه انا هبقى ابعتها لك او انا هبقى احددها لك فيما بعد. تمام، اللي احنا سميناها الام باي دي، اللي احنا سميناها الايه؟ الام باي دي اللي هي دي. تمام، كويس جدا، وانا بعتها في الايه؟ في البارامترز او البارامترز، الام باي دي بتساوي الام باي دي اللي بعتت لي من الام ديليت. الريسبونس عشان يجي مش هبعت جيت لان مفيش داتا هترجع لي، انا ببعت بوست الانسيرت ابديت الديليت كلهم بيبعتوا بوست. تمام، الا الجيت بقى السلكت بس هي اللي بتبعت لي جيت عشان بتريد ليا داتا اساسيه يعني. نفس الاند بوينت الجيسون هي الريكوست داتا بتاعتنا دي اللي اختلفت فيها بس الامر البسيط والاوثنتيكيشن، ولو كان الريسبونس 200 يبقى مش هقول له بقى ابعت لي الريزلت ولا حاجه، هقول له انكلي لو في ايرور خلاص هيعمل ريسبونس جيسون ايرورز ويجيب لي الكونتنت بتاعته وممكن يريتريف ليا بولس وخلاص. ماشي، دي ديليت ام بوضوح جدا. طيب ان انا بقى اعمل اللوجيك بتاع الديليت بقى خلاص كده العمليه ذات نفسها كعمليه انتهت، كعمليه انتهت وعندي ثلاثه فانكشن زي اقدر اشتغل عليها. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل فانكشن اسميها كول ديليت امز ام، دي فانكشن احنا هنعملها بقى اللي فيها الشغل بقى اللي هو بينادي وبيعمل اللوجيك بتاع الفكره يعني او البيزنس لوجيك بتاع الفكره. ايه الاول انا هقول له لو سمحت دخلني رقم الموظف، انا هقول له الام اي دي انبوت اي دي. ماشي، هيجيب الامبلي اي دي، عايز انا ايه اجيب الداتا بتاعته واطبعه، قلت له ماشي سهل، ادي الايه الريزلت اللي جايه لي، النتيجه اللي جايه لي هتبقى عباره عن ان انا هنا على فانكشن اسمها جيت امبلي وابعت لها الام باي دي، جات لي نتيجه، النتيجه دي انا عايز اطبعها، فانا اطبعها هنرجع على فانكشن اسمها برنت ايه؟ برنت امس، فهقول له عايزك تعمل لي برنت امس وادي الايه الريزلت بتاعتك بعتها اللي هي عباره عن مجموعه من الامس صحيح، بعد كده هطبع له رساله اقول له انت متاكد انت عايز تحذف البنات دي؟ يقول لي اه يا لا. تمام، عامل فاريبل سميته يس نو وهو عباره عن انبوت، هقول له مثلا
Are you sure? وقلت له يس ونو كده. هو هيرد عليا بكلمه يس او بكلمه نو. تمام؟ فانا هقول له طبعا لو نو طبعا مش هعمل حاجه خالص، هو الراجل رجع في كلامه. هقول له ايفن يس نو كانت بتساوي يس. لو الراجل بعت كلمه يس كسترنج في الحاله دي هنفذ الديليت، يعني هنادي على الديليت الديليت امبلي اللي عندي. فانا هقول له ادي ديليت امبلي، عايز الام باي دي، قلت له لسه شايله لك هناك ورا اهو، ادي الام بي الام باي دي. طبعا هينفذ الامر، طبعا الامر ده ديليت امبلي بترجع لي بترتيرن ليا مسج تكست او بترتيرن ليا فولس. ماشي، يعني بترجع لي نتيجه اللي هي ريتيرن فاليو. فاقول له ريتيرن فاليو بتساوي الار اي بتساوي ديليت ام. انا اقول له كنت المفروض ما الفش اللفه دي وخلاص، يعني انا هريح نفسي في ايرور. هقول له خلاص، اقول له عشان اوفر على نفسي شغل. انا دلوقتي الفكره واضحه وعدناها قبل كده، بس انا ايه خليت البرنت بتاعت الايروز زي ما هي عشان لو احنا مش فاهمين اللي حصل نعرف، يعني لازم نقعد نطبع الايروز دايما عشان نبقى شايفين ايه اللي بيحصل. اقول له مش قادر امسح الموظف دلوقتي، اقول له الموظف مسح بنجاح وخلاص. يعني من الاخر اما اجي انادي على الديليت، على الديليت دي هبرنت النتيجه وخلاص، ايا يعني كان بقى جاي من الاه ولا جاي من لا، هبرنت النتيجه وخلاص. تمام؟ فلو يس هنلعب على الديليت وهطبع النتيجه اللي راجعه، وهو النتيجه اللي راجعه بتقول لي الموظف اتحذف، بتقول له الموظف ما اتحذفش وخلاص. فكده خلاص ده اللوجيك بتاعي، اخدت من الموظف، اخدت من القاعد على الجهاز رقم الموظف، جبته وعرضته فاتعرض له وقلت له انت متاكد ان عايز تمسح بيانات الراجل ده؟ تمام؟ هيقول لي يا يس يا نو، قال لي يس هعمل حسب وخلاص، قال لي نو طبعا خلاص مش هعمل حاجه. تعال نجرب كده، بس الاول ما نجرب طبعا نجاني على كول، على الفانكشن بتاعتنا اللي اسمها كول ديليت ام. تمام؟ قلت له 1 1 1 3 طبعا ده مش موجود. تمام؟ ودوست انتر، طول ورد عليا قال السيرفر مش قايم. اه صح، قال لي لوكال هوست على 2480، وطبعا نيو كونكشن ايرور، كونكشن انت بتحاول تعمله ايه، وفيلد تو استابليش ا نيو كونكشن، يعني مش قادر انا اقوم الكونكشن اللي انت عايزه لان انا قفلت وفتحت. قلت له ماشي على السريع افتح داتا بيس تاني، معلش اورينت بين و دوت باك عشان بس ايه انا كنت ايه رسترت. تعالى ايه ايه التشغيل تاني، ده واحد ثلاثة ده غير موجود، قال لي انفلي نوت اكزيست وخلاص. طبعا ما كانش المفروض لما يقول لي انفلي نوت اكزيست ان يقول لي انت عايز تمسحه ولا لا، برضه ملحوظة مهمة. يعني هو قال لي مش موجود، ما كانش المفروض طالما ان هو مش موجود من اصله ما كانش ايه، ما كناش عملنا كده. يعني في برنت امبس كان بيطبع كلمة امبلي نوت اكزيست. طيب احنا عشان كنا بنطبعها بشكل مباشر ما كانش ما كانش قيمه راجعه، يعني ما كانش قيمه بتريتيرن من برنت امبس يعني. تمام؟ ولذلك احنا ما اتحكمناش فيها، لان هي كنا احنا كنا مظبطينها زمان الاكزامبلز اللي فاتت ان هي بس بتطبع مباشره، ممكن نعملها ريتيرن وبالتالي ممكن نسال عليها، يعني ممكن نسال على الكمبيوتر بحيث لما تحت هنا
النتيجه بتجيلي من برنت جابت لي فولس، طب انا عارف ان كده ان هو مش موظف مش موجود من اصله، فانا هقول له ريتير غيرنا بس الفكره بتاعتها، عشان لما اجي نادي من برنتس هقول له مثلا ايه الريزلت اللي جاي لي بتساوي من برنتس، طبعا هقول له اف ان الريزلت اللي جاي لي لازم تكون لا تساوي فولس، او لازم تكون لا تساوي القيمه اللي هي المسج اللي احنا بنبعتها اللي هي امبلي نوت اكزيستنج، لازم تكون مش امبلي نوت اكزيستنج. تمام، في الحاله دي نخش في قصه هتمسح ولا مش هتمسح. خلاص اشترطت ان تكون مش بتساوي امبلي نوت اكزيست، ان لو بتساوي امبلي نوت اكزيست فبالحاله دي انا اصلا المفروض ما اسالوش، انا بس خليته بيتريتريفا، عشان لو كانت لا نوت اكزيست مش هينفع اقول له انت عايز تحذف ولا لا. تعال نجربها تاني، قلت له 1 1 1 3 ما عملش حاجه خلاص، هو المفروض كنت كان طبطب كنت طبعتها يا اخي، انا بقى اللي عملت المغرز ده نفسي، فاقول له خلاص إلس، خلاص إلس يبقى يعني معناها لو هي بقى بتساوي قيمه امبلينا في اكزيست هقول له اطبع الري اللي هي اطبع النتيجه اللي راجعه اللي هي تطلع قيمه امبلينا في اكزيست، بدل ما يطلعليش حاجه اقول له لو هي لا تساوي امبلينا في اكزيست اشتغل وشوف هيدلت ولا لا. طب إلس خلاص اطبع له بقى كلمه ان الموظف مش موجود، تعال نجرب 1 1 1 3 هل الموظف مش موجود؟ قلت له ماشي تعال نجرب موظف موجود 1 1 1 2 طلع لي اهو، قال لي في عندي 1 1 1 2 محمد ديفيلوبر و17000 ومش عارف ايه مش عارف ايه، انت متاكد انت عايز تمسح؟ تعال نجرب نو، جرب مره ريس تو نو خلاص تمام مسكت ما حذفش ده الصح. لو قلت له طب 1 1 1 طبعا 1 1 2 كان هيجي عادي زي ما هو لان هو ما اتمسحش، عشان تاكيد ان هو ما اتمسحش قلت له نو برضه ما اتمسحش. طب قلت له عايز امسح 1 1 1 1 اللي هو 4 وحيد ده فريد صابر، قال انت متاكد انت عايز تمسحه؟ قلت له يس، قال لي امبلي ديليتد ايه سكسسفول مسحته لك مسحته لك، قلت له ماشي اوكي هو مسحه، لو احنا عايزين نتاكد ممكن نجيب اكزامبل من الاكزامبلز اللي كانت بتطبع لي كانت بتطبع لي كل الناس ليه زي ده كان بيطبع لي كل الموجودين في الداتابيس، هو قال لي مفيش غير الايه؟ الثلاث واحد اثنين محمد بس اللي موجود عندي في الداتابيز بتاعتي، يبقى كده الديليت بتاعتي اشتغلت بكل اللوجيك بتاعها كله تمام. هل في اسئله في